إذن هنا ما هو السبب؟ للأسف بعد العمل اللي خدم هذه السنوات هذو ومام هاد على الجمعية هذه حبوا يحصلوا فيه بعد المشاكل، بعد المشاكل اللي ما همش من عنده، ممكن هو وعبد كما قال لك ما هوش فوق قوته فوق بصح المشاكل ما 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 اللي بارطاجي مع لي دي جي اس المينيستير المهم لاسوم لي جينيرال الناس اللي تريشيو اللي ما يخدموش وراه من لهنا في الجمعيه العامه اللي ما يخدموش في الولايات تاعهم ويسلكوا من الولايات وهم عايشين في العاصمه هادو هما اللي رانا نشوفهم ينشطوا باه يحاوزوا كوم مال بروبر بالعين عبد الرحمن اللي حياته كامل هو في الاتليتيزم هو عضو من في الجمعيه الافريقيه تاع لعب القوى كنت سمع بها الجمعيه الاتحاديه الدوليه تنجم هي تلغي هاد لاسومبلي جينيرال كيف السكرتير جينيرال لا فيدراسيون هو اللي يخدم كل شنو يجيو يحاوزوه مين حاوزوه انا ما عرفتش انا مع الاول نسخر بالحب يروح حتى من بعد بلي عرفت بلي يروح حاوزوه هو حبس التريزوري من قام بهذا الشيء؟ يقولوا الممثلين تاع الوزاره الممثلين تاع الوزاره بارك الله فيهم جاو يعاونوا ممكن بالك الناس بصح كاينين كاين قط اخرين رسميه اللي هما لازم يداروها وما داروهاش اليوم يجي يحاوزوا مثل ماذا؟ جو سي با انسيستي سور لي دي جي اس باه يديروا لي زاسومبلي تاع لي كلوب لي ليغ جوسكا ماتنون سي دي ليغ اللي ما داروش لي زاسومبلي سي لا فوت انت تقول بالحد الان بصريح العباره انه هذه الجمعيه غير قانونيه انا بور موا ني با ريغوليير دونك توت لي فيدراسيون توت لي ليغ تو لي كلوب نون با في لو تروك ونقصيوهم سي با نورمال وكان اون ليغ كيما تاع وهرن دارت لاسومبلي تاعها دون لي نورم ابري لاسومبلي جينيرال اوردينير تاعنا مي ما كانش قانون اللي يقول اللي ما يحضرش للجمعيه العاديه ممنوع عليه يحضر للجمعيه الانتخابيه هذه ما كانش شكون اللي خلقها الناس سي با نورمال اللي داروها هل انت كرئيس اسبق وتعرف قوانين الاتحاديه وقوانين الوزاره في رايك هل سيتم ايضا الغاء هذه الجمعيه حسب ما رانا نشوف احنا درك ماذا بينا السلك هذا من نهربوا منه هذه الاتحاديه هذه هي معروفه في العالم بيسريه لا فيدراسيون جينيرال داتليتيسم الاسترالي يعرفها كندا يعرفها افريقيا يعرفها بالنتائج تاعها بالتنظيم تاعها علاه نوصلوا لشي هذا انا نظن باللي الاساس تاع المشاكل تاعنا هما القوانين وهما بعض التصرفات من بعض الاعضاء من وزاره الشباب والرياضه انت تقول الان ان وزاره الشباب والرياضه هي من تدخلت بعدم دخول كل من امين العام للاتحاديه العاب القوى وايضا اعضاء اخرين من بينهم ثلاثه هذا اكيد الان انك تقول انه هذه الانتخابات غير شرعيه من يتحمل المسؤوليه تتحملها وزاره الشباب والرياضه لانك انت مسؤول سابق في الاتحاديه وايضا تعرف خبايا وزاره وخبايا الاتحاديه اكزاكتومون انا مانيش غير بريزيدون فيدراسيون سوي كادر دو ام جي اس دوبي 67 جيتي دي جي اس دو فوا جيتي شيف دو بروجي نعرف القوانين نعرف واش صاير في الشبيبه الوزاره هذه مي الوزاره هذه حاشا الوزير ما نجموش دوكا شاك فوا نون ساتاك ان مينيستر مي يا دي جون كي سون با فيدال او لادمينستراسيون لا نتحدث عن وزير الشباب والرياضه لانه فيه اشخاص اخرين يعملون بما بوزاره الشباب والرياضه وعندهم مسؤولياتهم وعندهم اخلاقهم دو تو تون لي مينيستر سي دي ميس دا ريبوبليك عندهم مسؤولين كبار اللي يعرفوا واش قيمه المسؤوليه كيرسموهم ما عندناش مثال درك وصلنا وقت وين بكري كنا ديريكتور سونترال ما نشوفوش درك اللي خصو شارت في البلاد هذه يروح عند الوزير الشباب والرياضه اون بي با كونتينيو كوم سا ولكن لما نقول وزير الشباب والرياضه والوزاره الوزاره كلها تتحملها يعني بكل اشخاصها بوزيرها وبكل اعضاء اللي تمثل فيه وزارة الشباب والرياضه رانا كل جزائريين ومسؤولين على الجزائر من رئيس الدوله حتى الدرني دي بيبي تاعنا راهو مسؤول على البلاد هذه لازم نسهروا على البلاد هذه وانا نقول سامحيني جو فيس بوليتيزي اما يا كيلكو بار دي جون كي فيل با كو لا فيدراسيون دو فوتبول مارش اي لا فيدراسيون داتليتيم سي لي بلو غروند هي العصابه مازال تخدم جو بوليتيز لو بروبليم سي با نورمال سكي سباس لماذا لا تحدث مثل هذه الاشياء في اتحاديات اخرى الا في اتحاديه العاب القوى كل مره اليوم راني قلت لك لو ستاتيو دو لا فيدراسيون الجيريان داتليتيسم ني با لو ستاتيو دو نابورت كيل اوتر فيدراسيون
le statut de la fédération d'athlétisme, c'est le plus élevé en Algérie, qu'on le veuille ou non. Dans le monde entier, on reconnaît, on a eu des champions du monde, des champions olympiques, des recordmen, on a eu des dizaines d'athlètes dans l'antichambre du très haut niveau mondial. Par rapport à la fédération algérienne d'athlétisme. Moi, je vous informe que en 1996-97, la firme FILA, une très grande firme, est venue taper aux portes. À la porte de la fédération d'athlétisme. بالنسبة برك احنا شفنا الان انه انتخاب في هذه الانتخابات بعد انتهاء من عملية الانتخابات الاعضاء والرئيسين شفنا انه تم فرز صندوق الاعضاء وليس الرئيسين. هل هذا يعني يعني في بعد انتهاء من عملية الانتخاب قام الرئيس السابق عبد الحكيم ديب اللي هو المشرف على هذه الانتخابات انه قال أن وزارة الشباب والرياضة أعطتنا أوامر أنه يبدأ الفرز بالنسبة لأعضاء المكتب الفيدرالي قبل الإعلان عن من هو رئيس الاتحادية الجزائرية. هل هذا قانوني بالنسبة للاتحادية؟ ماهوش قانوني، هذا سان بوان ديتاي، مي باه لو مينيستير يدخل دون سي ديتاي، مو سو بي داكور، سو ني بي بور مو حسب تصريح نعم نعم، إي نا با لو دير دابور، إي نا با لو فير، مو فين حنا نفرزو دابور لي مومبر دو bureau, ou bien de membres du président, ou bien de les membres. Mais là, le ministère a fait un détail comme ça, il n'y aura pas de juge. تسمحي لي ما يروحون بها وتشينا. هذه هي تصريحات ولحد الان زميلي خالد لم تنتهي عمليه فرز بالنسبه للمكتب الفيدرالي ولا لرئيس الاتحاديه الجديد لالعاب القوى. شكرا جزيلا الزميله هناء بكاي. اذا كنت معنا على المباشر من قاعه المحاضرات للمركب الاولمبي 5 جويليا لتغطيه طبعا انتخابات الاتحاديه الجزائريه لالعاب القوى التي تعرف في كل مره اذا هذه المشاكل. وبعيدا اذا مشاهدينا عن ام الرياضات نعود الى كره القدم حيث تعثر فريق مولوديه